يعني للأخبار في كل مكان. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى فترة إخبارية جديدة ومباشرة من قناة النيل الأخبار في القاهرة. كل عام وحضراتكم بخير. هذه الفترة نخصصها عنا لاستعداد لتصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى عرفات الله غدا، الركن الأعظم في الحج. فاصل قصير ونبدأ معكم هذه الفترة، تفضلوا بالبقاء معنا. من جديد لحضراتكم التحية. يتأهب حجاج بيت الله الحرام لأداء ركن الحج الأكبر غدا بالوقوف على صعيد عرفات الله الطاهر في أكبر تجمع إسلامي على وجه الأرض، يقام في التاسع من ذي الحجة من كل عام. يقضي ضيوف الرحمن ليلتهم اليوم في مشعر منى الذي يعد أول مناسك الحج ويعرف بيوم التروية اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم التروية يقضي الحجاج وقتهم في الدعاء والتلبية، ويصلون الصلوات الخمسة في منى قصرا بدون جمع، ويبيتون هناك قبل التوجه إلى صعيد عرفات بعد طلوع شمس التاسع من ذي الحجة لقضاء ركن الحج الأعظم. للمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا مباشرة المتحدث الرسمي باسم الأمانة للعاصمة المقدسة مكة السيد أسامة عبد الله الزيتوني. سيد أسامة مساء الخير، كل عام وحضرتك بخير. مساء النور، أهلا بك أخي الكريم وأهلا بالسادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. وحضرتك بالصحة والسلامة. لو تطلعنا عن آخر الاستعدادات لتصعيد حجاج بيت الله الحرام غدا إلى عرفات الله الطاهر، وهو بالتأكيد اليوم الأعظم والركن الأعظم لحج بيت الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية شكرا لكم على هذه الاستضافة، وشكرا أيضا لكم على هذه الجهود الطيبة والمميزة لتغطية موسم الحج وتغطية الجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية من أجل تأمين راحة وسلامة ضيوف الرحمن. بكل تأكيد طبعا استعدت جميع القطاعات والهيئات والوزارات والمؤسسات في المملكة العربية السعودية وفي مكة المكرمة من أجل توفير وتأمين كافة الخدمات التي يحتاجونها ضيوف الرحمن خلال فترة تواجدهم بالأراضي المقدسة وفي جميع مراحل تنقلاتهم ما بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وبين المشاعر المقدسة بينها وبين بعض. طبعا أكملت جميع الجهات ولله الحمد استعداداتها منذ أوقات مبكرة استعدادا لهذا اليوم، وهو يوم التروية التي ينتقل فيه الحجاج إلى مشعر منى لأداء هذا اليوم العظيم، ومن ثم في صباح الغد إن شاء الله ينتقلون إلى مشعر عرفات للوقوف على صعيد عرفات، ومن ثم فيما بعد التي تتشرف بتقديم خدماتها لضيوف الرحمن بالاستعداد المبكر بوضع خطة وبرنامج عمل لتقديم الخدمات البلدية لضيوف الرحمن أثناء فترات تنقلهم بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من خلال تأمين وتوفير كافة الخدمات البلدية المتمثلة على سبيل المثال في النظافة العامة ورفع وإزالة النفايات
وطمرها بالطرق الصحية لتفادي ما قد ينتج عنها من أضرار لا قدر الله. أيضا في مجال تأمين وتوفير المواد الغذائية والوجبات ومراقبة المطاعم ومحلات تقديم الوجبات للتأكد من صلاحية وسلامة الوجبات التي تقدم لضيوف الرحمن بشكل آمن وصحي وسليم، وكذلك التأكد من العاملين في هذه المحلات ومقدمي الوجبات وحصولهم على الشهادات التي تخولهم بالعمل في هذه الأماكن. كذلك من بين خدمات الأمانة المهمة والمحورية متابعة المرافق البلدية وشبكات الطرق والأنفاق والجسور التي تستقبل أركان كبيرة وضخمة من السيارات خلال هذه الأيام. هذه السيارات التي تقل ضيوف الرحمن وتنقلهم بين المشاعر المقدسة. طبعا كل هذه الشبكات وضعت لها الأمانة عدد كبير من الفرق والكوادر البشرية لمتابعتها ومتابعة كفاءة تشغيلها خلال فترة الموسم وأدائها بجودة عالية، ضمانا لسلامة ضيوف الرحمن وراحتهم إن شاء الله. سيد أسامة، لو تطلعنا على عدد الحجاج الرسميين، وإذا كان يعني بالإضافة إليهم هناك أعداد أخرى، والأهم مع هذا العدد، هل مثلا احتاجت إدارة موسم الحج هذا العام لإجراءات استثنائية مثلا نظرا لأعداد الحجاج المتزايدة عاما بعد عام، خاصة في التصعيد مع فجر الغد السبت 9 من ذي الحجة إلى عرفات الله الطاهر؟ صحيح، طبعا بالنسبة لعدد الحجاج، يعني أنا على حد علمي على حسب ما أعلن آخر إحصائية وصلوا حتى الآن إلى المملكة ما يقارب من مليون ونصف المليون حاج من مختلف الجنسيات، وأعتقد أنه لا زال هناك رحلات قادمة إلى المملكة خلال هذه الليلة إن شاء الله. على وجه العموم، يعني المملكة ولله الحمد مستعدة في كافة قطاعاتها ووزاراتها لاستقبال المزيد من أعداد هذه الحجاج. طبعا أنا أتحدث عن الحجاج القادمين من خارج المملكة بخلاف الحجاج الداخل الذين يحجون من داخل المملكة وبصورة نظامية وبعد حصولهم على التصاريح النظامية بهذا الأمر. ولله الحمد، يعني عموما جميع القطاعات والهيئات والوزارات هي على أعلى درجات الجاهزية خلال هذه الأيام والأيام المقبلة إن شاء الله لتأمين راحة وسلامة الحجاج مهما بلغ عددهم إن شاء الله، لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن. هل من بين الإجراءات الاستثنائية ما يخص بعض الوزارات مثل وزارة الصحة السعودية أو غيرها من وزارات أخرى بتعمل على تنظيم موسم الحج بالصورة المثلى وبالشكل اللائق وبالتيسير على ضيوف الرحمن؟ بكل تأكيد، طبعا كل الوزارات حريصة كل الحرص على أن تقدم خدماتها لضيوف الرحمن فيما يتعلق بمجال عملها. على سبيل المثال، هناك وزارة الحج ووزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، كذلك وزارة النقل والمواصلات، وفي مقدمتها طبعا وزارة الداخلية والقطاع. المقدسة وحتى أثناء إقامتهم في الخيام بمشعر منى وفي مزدلفة لضمان يعني تأمين الأجواء الروحانية لهم وتفرغهم للعبادة بالشكل المطلوب. على سبيل المثال، يعني هناك فيما يتعلق بالنواحي البلدية قامت أمانة العاصمة المقدسة بتوفير عدد من المراكز الميدانية المنتشرة في مختلف نواحي المشاعر المقدسة في مشعر منى ومزدلفة وعرفات. هذه المراكز الهدف منها مراقبة ومتابعة الخدمات البلدية المقدمة على مدار الساعة من خلال شبكات مراقبة وكاميرات منتشرة في جميع نواحي المشاعر المقدسة لمتابعة سير الحجاج وتنقلاتهم بين المشاعر ومرونة تنقلهم في هذه المرحلة. هل كان هناك أو يعني تحدثنا عن المخيمات التي من الممكن أن تقام دائما في مثل هذه المناسبة، سواء في مشعر منى أو بجوار صعيد عرفات، للتيسير أيضا على الحجاج سواء في إقامتهم لبضع ساعات أو لانتقالهم لأداء المشاعر المقدسة؟
طبعا اخي، طبعا كما نعلم اخي الكريم، مشعر منى يعني هو اكبر، يوصف بانه اكبر مدينه خيام على مستوى العالم. نعم يضم ما يقارب من 160 الف خيمه بيضاء، او في بعض الاحيان يطلق عليها المدينه البيضاء نظرا لكثره الخيام الموجوده فيها. طبعا هذه الخيام يعني صممتها المملكه منذ عده سنوات، صممت وفق اعلى معايير الامن والسلامه، وصنعت ايضا من مواد غير قابل للاشتعال، وأيضا هي مزودة بشبكات تكييف وشبكات مراقبة وشبكات إطفاء حريق، مع توفير كل وسائل الأمن والسلامة في هذه المخيمات، بالإضافة إلى توفير المزيد من دورات المياه العامة والمرافق العامة التي تتبع لهذه المخيمات، من أجل ضمان راحة وسلامة ضيوف الرحمن وتوفير كل متطلباتهم أثناء فترة إقامتهم في المشاعر المقدسة. لو تنقل لنا سيد أسامة شيئا من المشاعر الروحانية التي يشعر بها بعض حجاج بيت الله الحرام في هذا العام، خاصة أنه هناك ربما ظواهر جديدة لكبار سن لمعمرين من بعض الدول العربية والإسلامية يأتون للحج في هذا العمر في أول مرة في حياتهم، ودائما ما يصحب شعائر حج بيت الله الحرام وخاصه عرفات الله مشاعر روحانيه راقيه واستثنائيه اكثر من اي لحظه في العام. صحيح، ولله الحمد الاجواء هنا اكثر من رائعه، اجواء روحانيه مفعمه بالايمان، جميع الحجاج الان يشعرون بسعادة غامرة، فرحين في مرحلة انتقالهم في يوم التروية إلى مشعر منى، خاصة وأنهم محاطين بكل أنواع الرعاية والاهتمام من قبل الخدمات التي وفرتها كافة القطاعات ومختلف القطاعات. كذلك من هم يقدمون هذه الخدمات حقيقة يستشعرون عظيم هذه الخدمة وعظيم المسؤولية الملقاة على عاتقهم. يقدمون خدماتهم يعني بطواعية وبحماس كبير جدا ولله الحمد، رغبة في الحصول على الأجر والثواب، ورغبة أيضا في تقديم هذه الخدمات لضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة. الكل هنا ولله الحمد يعني يستشعر عظم هذه المسؤولية الملقاة على عاتقنا، بل أن هناك العديد، لدينا في أمانة العاصمة المقدسة فقط على سبيل المثال 2000 متطوع، هؤلاء المتطوعين لتقديم خدماتهم بدون مقابل، فقط لأنهم يرغبون بأن يقدموا خدمة لضيف الرحمن ولحجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة. ولله الحمد يعني إجمالا الأجواء هنا يعني روحانية جدا، وجميع الخدمات على أعلى درجات الجاهزية من أجل تأمين راحة وسلامة ضيوف الرحمن وتمكينهم من قضاء أيام ممتعة وروحانية في ربوع المشاعر المقدسة إن شاء الله. سيد أسامة، نتمنى لكم كل التوفيق كما نتمنى لكل حجاج بيت الله الحرام القبول وموسم حج ناجح إن شاء الله، وقبول لسائر الحجاج ودعوات مقبولة لسائر الأمة. بشكرك شكر جزيل السيد أسامة عبد الله الزيتوني المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة، شكرا جزيلا لحضرتك، وكل الشكر مشاهدينا الكرام على متابعة هذه الفترة. على رأس الساعة موجز بأهم وآخر الأنباء، تفضلوا دائما بالبقاء معنا على شاشة قناة النيل للأخبار من القاهرة. شكرا وإلى اللقاء.